اسعد الله اوقاتكم متابعينا الكرام اسال الله ان تكونوا بخير انتم واحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 19 ايلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان هو الان موجود في منزله النثره اللي هو موعد بث الحلقه وهي منزله للمحبه والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت غرينتش لينتقل بعدها إلى منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل وبما انه القمر موجود في برج السرطان معناته بالفترة هاي نشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إنه ولأحبائنا ومن ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها في هاي الفترة ممكن الاهتمام بأمور إلها علاقه بالعقارات زي شراء عقار استئجار عقار تصليح صيانة أو زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع بالبيت أو مناسبة عائلية بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي تأثيراتها مؤثرة علينا خلال الفترة هاي أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين المشتري وحكينا أنه هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 21 تسعة هي اللي بتهدد بالقلق النفسي وبتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار ممكن تعرضنا لمشاكل مع العدالة أهم شيء أنه نتجنب توقيع الوثائق المهمة وما نقوم بأي استثمار أو مضاربات مالية لأنها ممكن تنتهي بدعوى قانونية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وحكينا تأثيراتها هاي لغاية يوم 21 تسعة بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة لدى البعض ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم 19 تسعة بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب واكثر المتضررين هم المتزوجون لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفيه لها توابع سلبيه طبعا بالنسبه لتاثيرات عامه او دوليه بتدل على ازدياد اعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزياده حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسيه والخيانه الزوجيه وبيعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية أو طرح منتوجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين نبتون وتأثيراتها هاي لغاية يوم عشرين تسعة بتجعل البعض يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل بالقطاع البحري او ربما غرق بعض السفن او البواخر وبتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة او التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفانات وربما يكون هناك تسرب للغاز او حوادث تسمم جماعية وكذلك اضطرابات بأسعار النفط. اما بالنسبه للزاويه الاخيره من الزوايا البطيئه اللي تاثيراتها مستمره او الاخر زاويه هي زاويه تربيع منفصله ما بين زحل وما بين اورانوس وتاثيراتها لغايه يوم 16 11 بنصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات اما دوليا فهي بتدل على تغييرات او ازمات مفاجئه في حكومه ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ذروتها وتأثيراتها فأول زاوية هي زاوية بطيئة هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 15 تسعة بدأت ورح تستمر لغاية يوم 22 تسعة طبعا اليوم ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر فطبعا عندنا زاويتين والزاويتين راح يصيروا في ساعات المساء تأثيراتهم من ساعات الصباح لغاية ساعات ما بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي طبعا ذروتها الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش هاي زاوية بتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون ذروتها الساعة تسعة واثنين وأربعين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع، وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك. أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية، عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، وغشاء الجنب، والصفاق. طبعا هدولة هم الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فلازم نوفر لهم العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية اللي لها علاقة بتكميم المعدة في خلال هاي الأيام أو الأمور اللي لها علاقة بعمليات جراحية في إمكانية لتأجيلها إن اضطرينا مثلاً للتأجيل ولكن إن كانت ضرورية ويجب العمل عليها فما في أي مشكلة لهذا الموضوع ولكن أنا بفضل عملية التأجيل بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية على أنواعها دون هاي الأعضاء اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة فبنقول أنه الوضع لسه ما بيسمح لهاي الأمور يعني لو تأجيله بكون أفضل لتنتهي الزوايا السلبية اللي مع الزهرة وتصير الزهرة سعيدة يعني بتصير الأجواء أحسن أما بالنسبة لهذا اليوم فيصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ولكن ما زال أنه ما بيصلح للصبغ أو الحنة أو القص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء عشرين تسعة رح يبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش لينتقل القمر بعدها لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثلاثة يوم في تمام الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش بيصبح أربعة يوم نسبة الإضاءة بتصير ثلاثة في أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة طبعا هي سعيدة الآن بنسبة 45% في ساعات ما بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين بصير سعيدة بنسبة 70% أما في ساعات العصر بترجع بتنزل نسبة السعادة إلى 45% القمر في السرطان حتى يوم عشرين تسعة طبعا الآن هو منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى سبعين في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية ولكن في ساعات مساء يوم الاثنين بترتفع نسبة النحوس إلى خمسة وستين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم 29/9 منتحس بنسبة 10%. المريخ في الجوزاء حتى يوم 30/10 سعيد بنسبة 45%. المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28/10 منتحس بنسبة 15%. زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23/10 منتحس بنسبة 40%. أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 وعشرين واحد منتحس بنسبة عشرة في نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعة اتناش منتحس بنسبة خمسة عشر في بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمانية عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية. أوصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل. بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا القمر موجود في البيت الرابع لإلكم فعشان هيك التركيز كله راح يكون على العائلة وعلى البيت فبتنهمكم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء إنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أهم شيء إنكم تحذروا من التصرفات العدائية حاولوا إنكم ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو تسمعوا نوع من أنواع العتاب أو اللوم بسبب إهمالك أو كلامك الجارح. برضو بدكوا تحذروا من بعض المصاريف اللي لها علاقة بالبيت اللي ممكن تيجي على شكل مشتريات أو تصليحات أو مناسبات. برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا نشاط عالي جدا عندكم اليوم بما أن القمر استقر في البيت الثالث فرح تنشطوا اليوم في السفر والاتصالات التنقلات الحوارات أهم شيء انكم تكونوا أكثر صبرا على الطرقات وأثناء حركتكم مع أساس أنه ما تتعرضوا لبعض الإصابات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبتقدروا تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العداوات والتحفظات أهم برضو إشي إنك ما تترك مجال للغموض كن واضح بحديثك وركز على الموضوع بشكل جيد بدون عصبية باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة واليوم أنت أساسا ما رح تهدأ من كثرة النشاط والحركة برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا اليوم هذا بيحمل فرص لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم منكم أشخاص ممكن يستردوا مال بعود أو يحصلوا على هدية أهم شيء أنكم تخففوا من النفقات ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء بشكل قوي جدا اليوم وبتقدر تبرر مواقفك وتوضح وجهه نظرك من اي سوء تفاهم. برج السرطان بالنسبه لمواليد برج السرطان طبعا اليوم القمر موجود عندكم فانتوا اليوم مشحونون بنشاط وحيويه وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة في حياتكم بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم نشاطكم لحياتكم أو بتعيد النشاط لحياتكم اليومية وتعتبر بداية ممتازة جدا لفترة إن شاء الله راح تكون فيها كثير من الأشياء الإيجابية برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا القمر استقر في السرطان برج السرطان يعني بيت متاعبكم فعشان هيك بسيطر التعب عليكم وبضل مستمر التعب هذا ليوم الثلاثاء عصرا تقريبا فعشان هيك انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحه ممكن تكون الظروف مخيبه وربما تحمل بعض الخسائر او الفشل او الارهاق التعب خلال هاي الفتره اكيد انه ممكن يكون في بعض الفشل في حصد النجاح وبخيب امالك لتاجيل او لالغاء موعد في اللحظه الاخيره أو حتى ممكن أشخاص تكون وعديتك بشيء ولكن للأسف الشديد ما راح توفي بوعدها. برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء إنكم تتجنبوا الانتقاد. أو توجيه اللوم لأحدهم بيناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات في هذه الفترة ممكن تفرح لتفاهم الآخرين بوضعك أو تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل اليوم ممكن أنك تطلب المساعدة من أحد الأصدقاء برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تشعر وكانه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف معك او بيتعاون معك لانه يعتبر القمر يعني في بيت السمعه البيت العاشر يعني تربيع مع برجك ضاغط شوي بكون فيه ولكن اليوم بما أن القمر سعيد فلا تخشوا المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع في بعض التوتر أو القلق في مسألة ما برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا اليوم القمر موجود في البيت التاسع يعني نشاط واتصالات وسفريات وعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو حتى اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير بتكون الأوضاع جيدة لهم أهم شيء تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة اليوم راح تعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا لأن هذا يعتبر بيت قوي لكم بيدعمكم بشكل جيد بتختفي المنافسات والعداوات وممكن تسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن حتى اللي عنده امتحان جامعي أو مقابل اليوم راح يبدع فيها برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن أهم شيء أنه اليوم تتصرفوا بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع أو لإعادة بعض الأمور لنصابها أهم شيء اليوم برضو أنكوا حاذروا مخالفة القوانين والتعليمات ولا تفرض أو ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين وما تفرض رأيك على الآخرين ممكن تعالج موضوع بيتعلق بأمر مالي أو إداري يعني الأمور المالية هي اللي راح تطغى على الموضوع وخصوصاً الأموال المشتركة برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية علاقتكم مع الأزواج بتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة. هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع التوتر وممكن تتورط في أزمة أنت بغنى عنها وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين من حياتك. أهم شيء إنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد وابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنه القمر بما إنه موجود مقابلك تماماً بتصير انت الملام او انت المسؤول. برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم أكثر من الشيء الطبيعي خلال هذا اليوم لأنه القمر في بيت العمل والصحة فأول شيء انتبهوا لأعمالكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل في العمل ما تفرضوا سلطتكم عليه وحاذروا من بعض التعب أو الوهن أو التراجع الصحي لأنه بيت الصحة حاولوا أنكم تغيروا الأولويات إذا دعت الحاجة وما عنده وباكروا للعمل تفادي لأي تأخير أو تقصير برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم، الاجواء داعمة وقوية جدا على المستوى العاطفي وعلى مستوى بعض الحظوظ، اليوم ممكن يقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة لتسوية كذلك للتعارف والارتباط. نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا تعتبر هاي فترة إيجابية لازم تستغلها بكل طاقتك على ترفيه أو ممارسة هواية معينة أو حتى أمور إلها علاقة بتغيير المظهر العام هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم. يا رضا الله ورضا الوالدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.